الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بحثنا البارحة بفضل الله عن آداب الاستئذان، أن يستأذن الإنسان إلى البيت وآداب دخوله إلى البيت، كانت في نهار البارحة. بعد دخول الإنسان إلى البيت يجلس ويتحدث مع صاحب البيت، فما هو أدب هذا الحديث بينك وبين من تدخل إلى بيته؟ لا تظن أن الإسلام ترك واحدة، الإسلام شمل كل حركة يتحركها الإنسان في الحياة. دخولك إلى بيت غيرك له آداب وله أحكام يجب على المسلم أن يتعلمها. فإذا دخل الرجل إلى الدار، من واجب الدخول كما بينا أن يدخل وهو مطرق الرأس، لا يدخل وهو رافع الرأس. المراد أن يدخل وهو مطرق الرأس حتى لا ينظر إلى جدران البيت أو إلى شبابيك البيت، فيمكن أن تكون المرأة جالسة خلف الشباك لترى ضيوف زوجها فتهيئ لهم الإكرام من طعام أو شراب. فلا يجوز للمسلم أن ينظر إلى الجدار هذا أو إلى الجدار، يدخل وهو مطرق الرأس، حتى إذا دخل الغرفة بمجرد دخول الغرفة لا يجوز له أن يجلس فيها، مع أن صاحب البيت قال له تفضل. فمتى دخل إلى الغرفة يبقى واقفا حتى يأذن له صاحب البيت بالجلوس في مكان يريده صاحب البيت. فبيقول له وين بتحب نقعد؟ بيقول له شرف لهون، تقعد هون. أما بتقول له لا هون أحسن، نقعد هون، هون أقرب. متى صاحب البيت أشار لك إلى مكان فرض عليك أن تجلس فيه، ولا يجوز أن تجلس في غير ذلك المكان، لأن صاحب البيت أدرى بعورة بيته، أدرى بالمكان اللي بينكشف فيه البيت. أنت بدك تقعد بمحل مواجه الغزانة، والغزانة عم تكشف أرض الديار، بتصير تكشف يلي فايت واللي طالع بأرض الديار. أقعدك محل بتقعد في محل، وهي لازم الإنسان يكون فيها منتبه كثيرا أن لا يجلس تجاه الباب، ولا يجلس تجاه مرآة تكشف الباب. دائما ياخذ مكان زاوية لا يكشف فيه أحدا، هذا الأستر. وإذا صاحب البيت أجلسك في مكان، متى أجلسك فيه وجب عليك أن تجلس من غير تردد. أما تقول له أخي هون أحسن ومنقعد هون، أنت ما بتعرف البيت مثل ما صاحب البيت بيعرفه. فإذا دخلنا لا نجلس إلا بإذن صاحب البيت. فإذا أمرنا في مكان جلسنا، وإذا أراد أن يكرمنا في الجلوس جاب مخدة جاب تكاية، فلا يجوز لك أن ترد شيئا أتى به. إذا جاب تكاية الله يجزيك الخير، شكرا، كتر خيرك، الله يبارك فيك، فممكن يجيب لك أربع تكايات من هون وأربع تكايات من هون، وممكن يحط لك وراك. هذا واجبه، واجب صاحب البيت إكرام الضيف الذي دخل إليه. فمهما قدم لك من ضيافة وجب عليك قبولها. أما مخدب قال له والله ما لازمه، جاب له شراب قال له والله ما لازم، لك مشان إيه جاي؟ انت جاي لعندي حتى انا اكرمك. اكرام الضيف من اكرام الله جل وعلا. فاذا دخلت الى البيت وما بدك صاحب البيت يكرمك،
فأنت إنسان لئيم لا تحب الكرامة، فلذلك المفروض بصاحب البيت إذا شافك هيك يطعميك كم عصاية حتى مرة تانية ما ترجع لعنده. الأدب، الأدب أن ترضى بما يقدم. لو حب يحط لك 4 طراريح و20 تكاية حواليك كتر خيرك. اقبل كرامة أخيك المؤمن، هي كرامة صاحب البيت يكرم فيها ضيفه. فكثير من الناس ما بينتبهوا لهذه الكرامة، فبيدخل وعينه شايحة وبده يقعد وعينه كمان برا، او هي لا ما لازمه وهي مشان الله ما بدي اياها وهي لا. هذا الانسان الذي يسيء لنفسه قبل ان يسيء الى صاحب البيت. فاذا قدم لك شيئا من الاكرام فاقبله، وان كان حريرا اجلسك عليه لا يجوز ان تقول ليش ولا يصح. لو اجلسك على حرير فاجلس عليه، ولو أراد أن يكسوك ذهبا فلا ترد ذلك أبدا. صاحب البيت هو صاحب الكرامة، صاحب الإكرام، فإذا أكرمك بشيء فاقبله منه كائنا ما كان. فإذا جلست مع صاحب البيت أو كان في البيت أحد من الضيوف فعليك أن تتحدث وأن يكون حديثك بكلام طيب، أن تتحدث بكلام طيب. كلام طيب يستخرج الخصام من قلب الخصم ويسكن الود والحب في قلب العدو. يعني بدك تقلب بحديثك خصمك إلى حبيب وعدوك إلى أخ بالحديث اللطيف، بالكلمة الطيبة، أدب ولطف الحديث. أما رايح يعزي، قعد ليعزي جابوا له القهوة قالوا له إن شاء الله دائمة. شو معنى دائمة؟ يعني العزة دائم عندكم، ما فهمان يحكي. أو رايح بيعزي بالعرس قال له يسلم راسكم إن شاء الله خاتمة الأحزان. فهذا بده يكون واحد يعرف ماذا يتكلم. دخل وجلس مع القوم، فممكن يكون 2 3 5 كل واحد له فكرة. بدك تنتبه أولا من الجالس، ما هي أفكارهم، ما هي أهدافهم، ماذا يحبون. بدك تحاكيهم بما يحبون. أما دغري بدأ بالحديث وإذا ما بتصلوا الله بيحطكم بنار جهنم، ونار جهنم إلا الأفاعي كل أفعى طول النخلة وطخن رقبة الجمل. هون هلأ جاي ضيف، أنت كرم ضيوفك. لذلك أول شيء المطلوب من الأخ إذا جلس، أول شيء أن يسأل عن أسمائهم. تعرف اللي قاعدين مسلمين ولا مسيحيين، اسمه واسم أبوه، هذا أدب من آداب الإسلام. أي مجالس تجالسه أو أي صاحب تصاحبه أولا تسأله عن اسمه واسم أبيه ومسكنه. 3 يدول، اسمه واسم أبوه ومسكنه. شو الاسم؟ قال جميل. قال ابن مين؟ ابن طوني. وين ساكن؟ بباب توما. شو معناتها؟ معناتها من احبابنا ومن جوارنا من اهل الذمه. واذا قال لك اسمي عبد الله ابن محمود وساكن بالشيخ محدين، معروف انه هذا شو ايه؟ مسلم. فالمسكن وسؤال الأب والأم. فقديش صلى الله عليه وسلم خبير في المجتمعات،
النصارى عم يسموا بأسماء المسلمين، عم يسمي أحمد ومحمد وجميل وسليم وصالح، عم يسلم الشيخ بشير جميل، ما هي ما بشير جميل والشيخ. فلما بده ينتخب قال له أخي انتخب الشيخ بشير، الشيخ بشير هذا من أهل الدين، هذا الشيخ بشير. فأنت عامي ما بيعرف بينتخب الشيخ بشير. هو مين الشيخ بشير؟ هذا كله مخطط له من أكثر من 50 سنة، مخطط له حتى الإنسان يكون منتبه. فبتسأل شو الاسم، عرفت أنه اللي جالسين 2 نصارى واثنين مسلمين. نبدأ بالحديث عن الآداب الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، ومن الأخلاق الإسلامية تكريم الحبيب، تكريم الأخ، وتكريم أي مسلم أو أي إنسان على وجه الأرض. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إخواننا النصارى، إخواننا، نعم إخواننا في الوطن، إخواننا في البلد، بلد واحد ساكنين كأخوة. فباللطف جذب أهداءه إلى الإيمان، حاكيهم باللطف. أما نحن ما بنتعرف إلا على المسلمين، وأما هدول الكافرين النصارى أعوذ بالله هدول إلى جهنم. ودول معناتها اللي قاعدين بالجلسة شو بيعملوه؟ الله يستر شو بيصير. هذا ابن سوء الأدب في الكلام. فلا بد أولا من الكلمة الطيبة، والله تعالى قال وقولوا للناس حسنا. ليش ما قال وقولوا للمؤمنين؟ أنه الجلسة جلساتك ما كلها مع المؤمنين، جلساتك مع الناس عامة، والناس فيها المسلم وفيها المسيحي وفيها اليهودي وفيها أشكال ألوان، فكل الناس. وقولوا للناس حسنا، كلام طيب. لو كان أيا كان، أنا طلعت على جبل العرب، جبل العرب كنت أطلع درس هني. تعرفوا جبل العرب؟ أنا بسميه جبل العرب، كأنه هن بيكرهوا هالكلمة، هي كلمة درزي بيكرهوها، كأنه الدرزي هذا كان قائد فرنسي اسمه درزي، درزي سموهن. أما هن من جبل العرب وأصلهم مسلمين، وكان عندهم جوامع وكان عندهم. فأنا درست حالهم، كنت أطلع درس عندهم. فمرة اجتمعنا بمجلس كان فيه حول 34 واحد من كبار مشايخهم، كل دقن هيك وكل لفة بالسويدة. اجتمعنا، لا والله بالقنوات، هدول بالقنوات اجتمعنا. فقعدت عم بتحدث عن الإيمان والإسلام. من جملة ما حكيت قلت لهم الدهر ببيض، كل 100 سنة بيضة. النبي قال عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها. كل 100 سنة بيطلع واحد. هن ما بيقولوا مجدد، بيقولوا الدهر ببيض بيضة. فأنا حكيتهم بلسانهم الدهر ببيض بيضة، وهالدهر هذا باد بيضة، فما لازم نتعرف عليها جالسة. وبحثت بالنسبة لشيخنا، وافقوا على أنه ينزلوا معي على الجامع. فز واحد بيناتهم هو عم يمسح شواربه، مسح الشوارب من الأسفل بيعتبروها لعنة، بده يلعن اللي قدامه. شو بيعمل؟ بيمسح شواربه من أسفل هيك، فكأنه عم يلعن. أنا بعرفه، قال لي يا شيخ يا شيخ،
قلت له لبيك لبيك. قال لي انتو عندكم قشر الدين ولحنا عنا اللب. قلت له صحيح صحيح. قال لي جايين تبيعونا قشر ونحن عنا اللب. قلت له يا شيخ، قلت له اذا جبنا البطيخة وقشرناها وخليناها بالهواء شو بيصير فيها؟ قال لي بتحمض. قلت له لولا انا حمضته. اسلوب. رديت رجعت له يا شيخ، قلت له الانسان الله ستره بالجلد، اذا قلنا الجلد عنه شو بصير فيه؟ قال لي بدود. قلت له كنت دودت لولا انا. قال لي والله انت حكي. فكانت النتيجه نزلت 17 شيخ منهم على جامع ابو النور، مع انه ما بفوتوا على الجوامع. بس هي يا ابني الكلمة الطيبة، شوف شو استعداده حاكي على حسب استعداده. اما اذا كان حاكيته بعكس استعداده بدك تخسره، وبده يصير عدو لك، فما بقابل واحد بالعداوة، لأن الخلق كلهم عباد الله. مين الخالق للخلق كلهم؟ الله وحده. فأنا بشوف الخلق كلهم هدول عباد الله، والله خالقهم، فبكرمهم كرامة لمن خلقهم. فكل الناس بحبوك وبينسروا فيك، هذا إذا كنت على الكلمة الطيبة. أما إذا كلمت الكلمة السيئة بدك تخسرهم وبدهم يعادوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. فإذا كان صدقة اكثر من هالصدقات، احكي الكلام الطيب حتى تكون صدقات. مرة كنت جاي من باريس كمان، طلع قدامي خوري قاعد عم بتحدث معه بالطيارة، من باريس لهون 4 ساعات عم بحكي معه. طلع دارس بالأزهر، دارس بالأزهر. قلت له ما دام دارس بالأزهر شلون هيك خوري؟ قال لي إذا بدي أجي لعندكم بدي صير مسلم بتجوعوني، شو بتدفعوا لي 1000 2000؟ ما بيكفوا قطة. قال لي بين هون عاطيني كريدية مفتوحة، معاشي 25,000 وكريدية مفتوحة بصرف قد ما بدي، وبيت قصر وين ما انتو شو بتعطوني؟ قلت له بس لا اسألك سؤال، ما رأيك بابن الله؟ بس هي جاوبني على هالسؤال، ما رأيك بابن الله حتى اعرف عقيدته انه ثابت بالايمان ولا ما في ايمان. قال لي الله لا شريك له، لا شريك له، لكنهم اتخذوا هذا بدينهم. اذا يعني شو ايمانه؟ وحدانية الله. عظيم. فحكيت معه، لما حكيت معه لما قبل ما نصل قال لي والله لعبت بعقلي ولح اغير المسيرة. قلت له لا، قلت له لا اوعى بدي اغير المسيرة. قلت له لا، خليك مستور وخلي بينك وبين الله موصولة
وبينك وبين الناس خليها على الود والمحبة. قال لي ما رأيت هيك واحد عم يعلم بهالشكل هذا؟ قال لي انت دعيتني الى الله وعرفتني بالله وذكرتني بالله وبدك يعني تم بالدنيا، تقول له خليك وانت مستور، يلي بيصر لك تجذبه الى الله دله على الله، ومن طريق الدعوة من طريق الايمان ذكر بالله. فاعطاني عهد على ان يتخذ طريقه توحيد الى الله، لكن ما يكشف حاله حتى يتم عايش مستور. اذا اجى لعندكم قديش بتدفعوا له معاش؟ فيا ابني بالحكمة، بالحكمة ادعو الى ربك، الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلما بتجلس معه بدك تكلمه بالكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. مع الكلام بدك تنتبه دائما، كثير من الناس لما بيتكلم ما حدا بيفهم عليه، بيكون سريع بكلامه، كل 50 كلمة بحنك بده بس يحكي. لا يا ابني، هذا خطأ في المجتمعات الاجتماعية. مع الناس لازم تتكلم كلام يعيه كل إنسان، أما أنه بس أنه نحكي. في عندي هلا بعض الأحباب الله يرضى عليهم بيحكي، بقول له والله ما فهمت عليك، عيد ربعي، بقول لهم فهموا لي شو عم يحكي واحكوا لي، ما بفهم علي كل كلام وراء بعضه البعض. هذا خطأ. أنا كنت هيك في بدايتي، أول كنت لما أقعد درس مثل الرشاش، ما أعرف شلون يطلع الحكي. بعدين انتبهت أنه كتير من يلي ما عم يفهموا الحديث، فحطيت قدامي ورقة طويلة كتبت عليها لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل، كل الورقة لا تستعجل، كون عم بحكي كل ما طلع لا استعجل، حط فرام، حط فرام. حتى صرنا هلا نحكي معكم بالرواء والهداوة، بدل ما انه يكون هذا منين؟ هذا من ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. كل واحد بيسمع كان يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كلامه هادي مع الهدوء، مفصل مبين، ما في شيء مخبى، الكلمة ما لها معنيين، يعطي الكلمة بمعنى واحد. وقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. إذا بده يعد كم كلمة بيعدهم من هدوء النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام. هذا لأدب من آداب المجالس. لما بدك تحكي احكي كلام هادي، كلام مفصل حتى اللي قاعد يفهم. أنه ممكن واحد يكون أمره بالسبعينات، يلي بالسبعينات ما بيفهم فهم يلي بالعشرينات والثلاثين. ليش؟ انه اعصاب السمع تعبت، اعصاب السمع تعبت، بدك تفصل له المعنى وتهدي وتعيد حتى يسمع حتى يفهم. ممكن ما يكون حاطط سماعات، فانت بدك تكرر الكلام مرة ومرتين حتى يوعى عليك. إذا حكيت كلمتين أنت بتفهمهم بسرعة، الأذن تلتقط، أما متى ما كبر صار الالتقاط ضعيف، بده ثانية لحتى يصل الكلام ويفهم عليك. فأنت عم تكرر ما عاد يفهم. فبدنا نعرف الكبير شلون بدنا نحاكيه، والشاب لو حاكيته شلون ما حاكيته بيفهم.
الصغير بدك مع الكلام، إذا حسنت تأشر له مع الكلام حتى يفهم بيكون هذا أفضل. أما بدنا نحاكي الصغير والكبير والاختيار والشاب مثل بعضه البعض، هذا خطأ في الكلام، هذا أدب من آداب الكلام صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يكلم الناس بلغتهم عليه الصلاة والسلام، كان يحاكيهم على قدر الفهم صلى الله عليه وسلم. واحد بيفهم حاكي على حسب فهمه. أتى واحد للنبي عليه الصلاة والسلام بدوي فقال: يا رسول الله، أمنا بالرم صيام في مسفر؟ فهمتوا؟ أمنا بالرم صيام في مسفر؟ فقال النبي: ليس أمنا بالرم صيام في مسفر. خاطبوا على لغته. أهل اليمن الألف واللام بيقلبوها ميم. أمن البر الصيام في السفر؟ هذا الحديث. السؤال: أمن البر الصيام في السفر؟ فالنبي رد له بلغته، ما رد له بلغة عربية، قال له: ليس من البر صيام في مسفر. ليس من البر، ليس من التقوى أن تصوم وأنت مسافر. لك بدك تفطر، أن السفر فيه جهد وفيه تعب. فصلى الله عليه وسلم حكى بلغة أهل اليمن، وحكى بلغات عدة صلى الله تعالى عليه وسلم. لما رأى أناسا يلعبون عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. بالنردشير، النردشير كلمة فارسية. في حديث ثاني صلى الله عليه وسلم لعب بالشاه. لا لا، في حديث غيره. فالنبي يتكلم كذلك بالفارسي، يتكلم على حسب اللي عم يسأل، على حسب اللي عم يجالس. فبدك تحدث الناس يا ابني بقدر ما يفهم منك، بقدر الفهم. وقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدث الناس بما يعرفون. حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أن إذا حكيت شيء إلى أخي ما صحيح، هذا بيجي بده يحكي مثلا، بده يحاكي بلغة الأرواح، إيه ما بيعرف هذا بلغة الأرواح، وبده يحكي باللغة من فوق السماوات، إيه هذا هلا بالأرض حاكي بلغة أهل الأرض، إيه بده يقول له العرش وأنوار العرش وبده يوصله للعرش، إيه هلا أول ساب الأرض ما تحرك. فهذا خطأ. الإنسان بده دائما الحديث على قدر فهم السامع. وإذا على قدر فهم السامع، مثل الحديث مثلا: من أخذ مالا، هذا الحديث، من أخذ مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر. من أخذ مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر. شو النهاوش؟ أخذ مال حرام. النهاوش نهش من هون ونهش من هون، هاي كلمة فارسية. من أخذ مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر، يعني ذهب المال من حيث أتى، بده يصرفه على عافيته وعلى صحته، فما بينتفع منه. فهذا كلام حسب ما الواحد بده يفهم. فحدث الناس بما يعرفون. أما تحدثوا حديث ما بيعرفوا، ما فهموا، الله يرضى عنهم. أهل التصوف تكلموا كلمات، سألوا سيدنا الشيخ محي الدين الله يرضى عنه رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له: يا مولانا، هالأحوال اللي عم بيصير معنا تسجلوا لنا إياها، الأحوال والأنوار سجدوا لناها.
قال له يا ولدي لكل حال، كل واحد له حال، فما بصير انت تعرف حالي او انا اعرف حالك، كل واحد له حال، والاحوال ما بتنكتب لانه كل واحد له حال على حسبه. فانا بدي احكي لك حالي وانت ما عندك، بتقول ايه معناتها انا مالي نفعان، واحد متفرغ للذكر واحد مشغول بالدنيا، بده هذا يصير مثل هذا؟ قال له يا ابني ما ممكن. وسألوا بعض العارفين بالله، قالوا له يا سيدي ليش كتبت لنا هالأحوال حتى تتعبونا فيها؟ إنه والله فلان صار معه كذا، فلان كان كل يوم يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، إيه والله ما شفناه نحن كل يوم عم يشوفه هذا، شو نحن ما لنا مؤمنين يعني ما بننفع؟ قال له يا ابني نحن كتبنا هالكلام لأهل المصلحة، ما كتبنا للحمير. أهل المصلحة بيفهموا الكلام، يعني ما بيفهم الكلام شو عرف الحمير بأكل الزنجبيل؟ ما واحد ما بيعرف، واحد شغلته بالهندسة تاع أعطيه كتاب طب ما بيفهم فيه، شغلته هندسة، الثاني كتاب طب تاع أعطيه أسلوب التجارة ما بيفهم فيها. فكل واحد له أسلوب. قال له ما كتبناها لحنا لأهلي ما بيفهموا فيها، أي لأهل المصلحة، أهل المصلحة بيفهموا فيها. فإذا حكينا لك شيء وأنت ما بتعرفه قول أخي والله لحنا ما صار معنا، معناتها يعني النبي ما بده إيانا. لذلك من الخطأ أن نذكر أحوال الإخوان، وأنتم بتسمعوا قديش صار لي معكم ما بحكي أنا أحوال الإخوان، أنه كل أخ له حال. فوالله هذا الأخ صار انغمض بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وانفتح بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حاله. أما أنا ما صار معي، فإذا ما صار معي معناتها إيماني ما مزبوط يعني، والنبي ما بيحبني ولا لا؟ يا ابني هم درجات عند الله. هذا راديو، هذا راديو، لكن هذا راديو من غير اف ام، هذا راديو فيه اف ام صح، هذا تلفزيون وهذا تلفزيون، لكن هذا تلفزيون ما فيه دش، هذا تلفزيون فيه دش. ليش هذا بيطالع 200 محطة وليش هذا ما بيطالع غير محطة واحدة؟ هذا فيه دش هذا ما فيه دش، والتلفزيون هذا تلفزيون وهذا تلفزيون صح، في شيء خلاف؟ لكن هذا له رباط خاص، هذا ما له رباط. فهي لازم الإنسان ينتبه. فالحديث كل واحد على حسب استعداده من فهمه. واحد ما بيعرف إلا بلغة الضرب، بدك تضربه لحتى يفهم. أنا ما بضرب، بس إجاني واحد لهون على الجامع قعد عندي حول شهر شهرين، بعدين قال لي والله أنت مالك شيخ. قلت له مين اللي قال لك انا شيخ؟ انا ما بلبس لفها بالطاقية، مالي شيخ. بس شو اللي عرفك انه انا مالي شيخ؟ قال لي انت حنانك كتير ورحيم، رحيم. شيخ بده يكون قاسي شوية شديد، انت بتحب الشدة يعني؟ قلت له اطلع لعند اخي شيخ رمضان. هذاك شيخ مزبوط، طلع لعنده. لأجل التقدير طلعت يوم من الأيام لقيت حامل شيخ رمضان عصاي وعم يقول له بالحمار والكلب وابن الكذا، عم يضربه وعم يشتغل مثل المروحة. لما التفت وشافني قال لي هذا شيخ. قلت بقلبي إذا صاير، إذا جسمه حماري أنا شو طالع بيدي؟ ما بيمشي إلا بالضرب. فكل واحد سبحان الله، الله عز وجل يا ابني أعطاشي. فبدك تحدث القوم، إذن حدثهم بما يفهمون، بما يعون. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، نوقع الناس بالفتنة.
ليش عم يحكي نور اخي؟ صحيح هيك بيصير؟ مثل المسألة اللي صارت عم بحكي لكم هذا كله، لو عم تضحكوا بس عم تتعلموا فيها. جاني مرة الدكتور الشلق، هذا باب سريجي معروف، اجى لهون لعندي قال لي من الشيخ رجب؟ قلت له انا. قعد عندي قال لي بدي اسألك سؤال، بس بالله العظيم عليك ما بتحكي لي الا الحق. قلت له مالك حق؟ ما بحكي انا غير الحق، ما عندي مداهنة. قال لي انا بدي اطمئن. قلت له خلص ما بحكي الا الحق، احكي لي. قال لي صحيح انت من اهل الخطوة؟ قلت له اللهم نعم. قلت له انا ما بس من اهل الخطوة، انا من اهل الخطوة ومن اهل الفشخة ومن اهل النطة. قال لي انا ما عم بمزح. قلت له انا والله ما عم بمزح، عم حاكيك الحق الحق، انا من اهل الفشخة من اهل النطة ومن اهل الخطوة. قال لي ما عم بفهم عليك. قلت له عم تسألني من اهل الخطوة؟ قلت له انا بمشي بالخطوة لكن بيش بمشي وبنط بعض اوقات وبفشخ بعض اوقات فشخ. قال لي لا ما هيك. قال لي عم يقولوا عنك انه من اهل الخطوة، بحط اجر هون واجر بمكة، بتصلي بمكة. قلت له اذا كان من اهل الخطوة انه حط اجر هون واجر بمكة، ليش عندي بسكليت لكانوا بركب بسكليت؟ وليش بركب بالباص؟ ليش ما بحط اجر هون واجر بسوق الحميدية؟ مشان ايش انزل لكان بالباص وحط لي ربع ورقة مشان انزل على الباص؟ قلت له انت هلا مو من اهل الخطوة؟ ما جاي لعندي بالخطوة؟ قال لي على حسب ما عم يقولوا. قلت له هذا كلام جنان، نبينا عليه الصلاة والسلام في اعظم منه مخلوق؟ في؟ كان يركب على الحمار ويركب على البغلة ويركب على الحصان، ولا كان يحط اجر بمكة واجر بالمدينة؟ لما بعدوه من مكة ورجع الى نزل للمدينة كان يرجع يصلي بمكة، يحط خطوة بمكة ويصلي بمكة؟ ولما حبسوه بالوادي 27 شهر اظن، لما حبسوه بالوادي كان يحط اجر بالوادي واجر بمكة ويروح يصلي بمكة؟ قال لي كان شلون هيك عم بيحكوا؟ قلت له هذا اللي ما في وعي بيحكي بيقطش وبالحوش. قال لي والله خففت عني كتير. قال لي الحمد لله. هلا خلاص واسألوني يا ابني، معلش اسألوا اسألوا، لا حدا يستحي يا ابني. انا حكيت بالدرس يوم الاربعاء الماضي، قلت لهم اذا بتسألوني شو لون قميصك بحكي لكم، ما بخبي شيء، انا ما عندي شيء مخبى. سألني شو لون الدكة تبعك بحكي لك، ما في عندي شيء مخبى. ليش؟ لحتى تقع في خطأ. اجا مرة اخ قال لي شيخي ممكن اسألك سؤال؟ قال لي ما بتزعل؟ قلت له لا ما بزعل. قال لي شو هي اللي عم تحطها بتمك قبل الدرس؟ الاخوان بيحطوا لي علبة سكر نبات، حط سكرها مشان الريق يتم. قال ايه شو هي اللي عم تحطها؟ مديت ايدي كان بجيبتي كان في كم واحدة، قلت له من هي؟ قال لي، قلت له خد دوقها. قال لي لا انا ما بقى. قلت له لك دوقها. شو فكرها؟ فكر انه للكيف. كيف مشان لك دوقها حطها بتمك. قال لي ايه سكر؟ قلت له ايه سكر لك شو هي؟ قال لي والله انا فكرت انه مشان الكيف. قلت له والله برافو عليك، بده ايمانه هذا، لانه اذا وقع في شك ممكن يطلع يقول لهم والله الشيخ بيعملها. فقال لي حبيت اسالك انا قبل، دوقها هي موجوده مثل هي اللي عم باخذها. قال لي ايه، قلت له خذ دوقها. فلا يا ابني تستغربوا بشيء، هي من آداب المجلس يا ابني، من آداب المجلس يا اخواني.
لا تتكلف بكلام عربي كتير، تحكي باللغة الفصيحة وهن عوام، خطأ. إذا هن عوام بدك تحكي بالعامي، هن لغتهم إنجليزي بدك تحكي بالإنجليزي، لغتهم إفرنسي بتحكي بالإفرنسي. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليش؟ ليبين لهم، ليبين، نبين الحقائق. طيب إذا كان صار بده ينتقد كلمة حتى ما يفهموا عليه، عم يحكي باللغة العربية بس مشان ما يفهموا عليه، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال. إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. عم يدير لسانه هيك وهيك بده يطالع الكلام، حتى على مذهب بعض المشايخ يلي صار يعلم القراءة. ما هيك شيخ ثابت؟ يا شيخ ثابت السلام عليكم. مثل الشيخ اللي عم يعلم القراءة قال له: ما حدا بيحكي إلا بالتجويد، بدك تحكي بتحكي بالتجويد، حتى الكلام العادي تجويد، أما تحكي كلام عادي أبدا، وبالعصاية، ويلي ما بيحكي بالتجويد بالعصاية. فيوم شتي وشاعر الشيخ القبيلي عم يتدفع عليها وهو عم يعلمهم، طارت شرارة وجيت على اللفة دخنت اللفة لهبت، فزق تلميذ قال له: يا أستاذ لقد طارت بالهمس شرارة ثم علت ثم هطوطت ثم حطت على اللفة فاحترقت. كان اللفة وصلت لرأسه مسك العصاية قال له: أنت قلت لنا ما نحكي إلا إلا بالتجويد. يا ابني في بعض أوقات الناس بيشدوها شوي، فخلينا نكون دائما، خلي ما في أحلى من البساطة، البساطة في الحديث، البساطة في الكلام، البساطة في المجالسة، ما في أحلى من البساطة. صلى الله على رسول الله. فإذا أردت أن تتكلم فتكلم بما لا يخل ولا يمل، لا يخل بالمعنى ولا يمل، تخلي الناس يملوا من حديثك، خلي حديثك دائما ظريف. هلا لو بتعدوا ساعتين ما بتحسوا، لأنه بين علم وبين نكتة وبين ضحكة بيمر عليك الوقت وانت مكيف، فدائما الحديث بده يكون لا يملل. أما مسك الحديث وبده يتم عم يحكي تم لك، لا يا ابني مل لك نكتة نكتة ضحكة خليهن وتكون مناسبة مناسبة فبيفهم. واللي بينحفظ أنه أكتر ثم حطت ثم عط وطت، هي بتنحفظ أكتر من الحديث، هي بتنحفظ. فلذلك خلي الإنسان في كلامه ما يملل المجتمع من الكلام. إذا كان مل المجتمع ما عاد يحضر. فهلا الأخوان بينطوا وين في درس من درس لدرس، ليش؟ ما مليت؟ ما عم يمل، لو بيحضر ساعتين ما بيمل، أنه الحديث فيه رفاهية. بينما البعض بيمسك حديث عن النار بده يتم بقى يحكي عن النار، لك طيب غير لنا النار شوية، بده على النار. بعض الخطباء على المنبر قال لهم: صار لنا سنة نتكلم عن النار، الآن نتكلم عن أودية جهنم. بده سنة تانية عن أودية جهنم. يا الله يحمينا يخلينا هلا بالجنة. فكان ابن مسعود رضي الله عنه
كان يعمل الدرس في كل خميس، كل خميس كان يعمل درس. نبينا عليه الصلاة والسلام كان الاثنين والخميس له درس. كان فقالوا له ابن مسعود كل يوم سوي لنا درس، والله يعني الحديث جيد والعلم جيد، فكل يوم. قال لا يمنعني من ذلك إلا أني أخاف أن أملكم، خاف أن تملوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، مشان ما تسأم تمل. فبالجمعة درس درسين، ففي واحد بيحضر بالجمعة درس، في واحد بيحضر درسين، فاضي يحضر ثلاث دروس، لكن لا تكتر مشان ما تمل. كان أول ما بيجي ورا بعضه، بعدين بيأصل بعدين ما بقى يجي. خليكم دائما على الحديث اللطيف. وما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه قال إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، شلون جسمك بيتعب هيك القلب كمان. قال فابتغوا لها طرائف الحكمة. الطرائف يعني نكتة، نكتة لطيفة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه كان يذكر بعض القصص، بعض أوقات يضحك القوم، كان الناس يضحكوا بعض أوقات في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يا هي الطرائف، طرائف نكتة لطيفة. كان النبي يضحك بعض أصحابه، كان يضحكون بعض منهم ارتفع صوته في الضحك، النبي عم يرمي له النكتة وقام ضحك وطلع صوته. فمعناته قديش كان حديث النبي هيك لطيف مع المسلمين صلى الله عليه وسلم. فإذا تحدثت مع إخوانك فأقبل عليهم بوجهك، لا تحدثهم أنت عم تطلع فيهم، ما تحدثوا أنت ضاير وشك عنه، لأنه العين بيقولوا مغرفة الكلام، فتتكلم وأنت تنظر إليهم حتى يفهموا منك. وإذا كان تكلمت معهم بكلام فاجعل كلامك معهم كلاما ليس فيه شدة ولا لين، لا لين كتير ولا شديد كتير، لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر، لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر. طيب هاي كمجالسة. لحنا هلأ إذا كان بدنا نجالس مع مين بدنا نقعد؟ اسمعوا رسول الله يدعونا إلى عيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا عند كل عالم، لا تجلسوا عند كل عالم، ما كل عالم بنقعد عنده. لكان قال إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس. إذا العالم وجدت فيها الخمسة عود معه، ما في الخمسة لا تعود معه. لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس. أولا من الشك إلى اليقين، واقع في قلبك شك انه الله عم يعطي فلان ويعطي فلان، انا ليش ما عم يعطيني، شو هذا الشك؟ فبيجي بيقول لك الله هو المتكفل بارزاق عباده، الله يعطي من يشاء كما يشاء، ان منعك لئلا يطغيك وليقلل حسابك، وان اعطاك لتزداد شكرا اليه. فان اعطاك هذا فضل منه لتشكر الله، واذا منعك منعك مشان يخفف حسابك، انه اذا اعطاك بده يحاسبك منين جبت ومنين صرفت. فاما صاير يلي بتشتغل فيه بتاكل فيه ما في عليك حساب، خفف عنك الحساب. فهذا يقين، حتى تصير انت على يقين ان الله تعالى عليم بك ويعطيك على قدر الحاجة. فالله ما نسيك لحتى تذكره، ولا غفل عنك لحتى تنادي، فالله عليم بالإنسان. فنقلك من الشك إلى اليقين.
ومن الكبر إلى التواضع. بدل ما تشوف حالك دائما أنه أنا أفضل من فلان، أنا أحسن كذا، أنا أنا أنا، ما في بالإسلام. مين أنت؟ مين بحب أنه أعرفه مين هو؟ أنا بعرفكم كل واحد. مين؟ بحكي عن حالي، ما بقول عنكم. أنا من أنا؟ أنا كنت في أول حياتي نطفة، نطفة، نطفة يعني شيء بتخجل الإنسان، يعني لو كانت بس على وعي ما بيستحي، أما إذا الباس ملوت بيحسن يقعد قدام الناس. أول نطفة، وبالأخير شو بيصير؟ جيفة، تطلع ريحته مأنتني، بيهرب بلد. وبين النطفة وبين الجيفة هلا برميل، بتعبي طيبات تخرج خبائس. فيا برميل شخاخ، على ايش بدك تشوف حالك؟ مظبوطة؟ على ايش بدك تشوف حالك؟ شو جواتك؟ شوفي هون شو معبى؟ تاكل الكوسة المشي واللحم المشوي وبتاكل الحلويات، شو بتطالعون؟ معروف. وبتشرب الليموناضة والتمر هندي وما شو بتطالعه؟ فعلى ايش بدك تشوف حالك؟ انك لو طالع منك شيء حلو منقول انك يا ريتك جاجة، جاجة بتطالع بيضة. اما انت شو بتطالع؟ على ايش بدك تشوف حاله يا ابني؟ على ايش بدك تتكبر؟ بدك تتكبر؟ شوف حالك لما عم تفوت لبيت الخلا، رافع لي مناخيرك وشايف حالك على هاد وهاد، لما بتفوت لبيت الخلا تحط نجاستك على ايدك. بيحسن ما يحط ايده؟ ما بده ينظف حاله؟ ايه شو هو حطيت ايدك؟ ها هذا انت؟ ما ايه؟ يا الله يتوب علينا وعني. فلا تتكبر ابني على خلق الله، ولا تشوف حالك على عباد الله، لعل يلي ما معبي عينك عند الله يكون أفضل منك. ومن الكبر إلى تواضع، ومن العداوة إلى النصيحة. بدل ما يعادي فلان وفلان تقول له أخي عود انصحه، ذكره بالله، دله على الله. هذا العالم يلي بيغير لك صفات الحياة، بدل ما تحارب هاد وهاد انصحه، ذكره بالله انه اخطا معك. وكلياتنا بنخطئ، مين اللي ما بيخطئ يا ابني؟ كلنا بنخطئ. فاذا كان كلنا بنخطئ وانت عندك نصح انصحه، فلعل النصح تبعك الله يجعله مقبول ويهدي لك يا الى حسن المعامله. هي من العداوه الى النصيحه، ومن الرياء الى الاخلاص. هذا العالم اللي لازم تقعد معه. الرياء بتعمل مشان يشوفوك في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، مشان يقولوا ما شاء الله حوله، والله حصنته بالله، مشان هالمدح. بده يصوم مشان تخليك يشوفها فوت تقشب وتطلع فيها القشرة. مجرد ما يشوفه بيقول له صايم، لا والله الحمد لله انا عم صوم اثنين وخميس. ما شاء الله، هذا ذهب ثواب صيامه فلا اجر له، ما له ثواب. او طلع للحج مشان يكتبوا له على الباب حج مبرور وسعي مشكور، ويكتب على الجراس الحاج. مرة عم بحكي لواحد انه هاي ما بيصح نقولها، ما بيصح تعملها، قال لي شيخي حطينا 60,000 بتبخلوا علينا بكلمة الحاج؟ طلع على الحج وحط 60,000 مشان ايه؟ مشان يقولوا له الحاج. الله يهدينا. هذا رياء يا ابني. الاخلاص ان تعمل لله خالصا لله. الخامسة قال من الرغبة الى الزهد.
ما يخليك تتعلق بالدنيا وتحب الدنيا وتعشق الدنيا. اجماع، برافو عليك. اذا كان حسن تشتغل وتجمع منيح، بس اجعل منها حصة لالله. ام محمد الا لو كنت عم تحفر وطلع معك قدرة ذهب، عديتها طلعت 1000 ليرة ذهب، شو بيجب عليك؟ بدك تطالع الخمس، الخمس لله. هذا اذا واحد لقى كنز، مع انه هلا اوعكم اذا لقى دغري لوين بيعطي خبر للدولة، والا اذا انمسك بيعملوا من جلوده دربكات. فبدك تطالع الخمس، الخمس قديش؟ 20%. يعني الالف قديش بيطلع عليه هون؟ 200 ليرة ذهب، هدول لله، وتخلي لك 800. هذا شو يقال له؟ هذا زهد. طالع، واذا خلاهم عندهم قال انا طالع 200، لك ما صدقنا امتى صار لنا، لك حطها تنكشف شغلتك، واذا انكشفت بعدين كم عصاية بياكل مشانها؟ اي طالع 200 احسن لك، ومن غير ما تاكل قتله. يلي ما بيعرف الحق بياكله الحق، بده يعرفه بعدين بايه؟ بالعصا. طيب، والمجالس ثلاثة، الحديث خلاص. اما حديث ثاني، المجالس ثلاثة، رح استعجلكم شوي كانه ضاق الوقت. المجالس ثلاثة، غانم وسالم وشاجب. سالم غانم وسالم وشاجب. الشاجب يعني هالك. فأما الغانم، هذا بالمجلس اللي احنا جلسنا، المجالس ثلاثة، فأما الغانم فالذي يذكر الله، هذا صار كسب غنيمة الوقت وغنيمة المجلس، ذكر الله تعالى. وأما السالم فالذي يسكت، ما حكى شيء، لا انكتب عليه سيئة ولا له حسنة، طلع سالم. والشاجب الذي يخوض في الباطل، فلان شو عمل وفلان شو ساوى وفلان الله لا يوفقه، فلان يخرب بيته وفلان وفلان، هذا الشاجب. فانتو من انو بدكم تكونوا؟ غانم، يذكر الله او يذكر، بيذكر وبيذكر، واذا ساكت لا اله ولا علي، واذا كان خاض معهم كنا نخوض مع خائضين، يعني شو بيحكوا اللي احنا نحكي معهم؟ على مذهب البدوي، بدوي قعد شاف هذا عم يحكي وهذا عم يحكي، وقام هو كمان صار يحكي، يقطع ويحوش، قالوا له خوي سكوت طول بالك ناس عم تحكي. قال شنو يا ابوي؟ صاحب الربع يحكي، صاحب الاربع ربعات ما يحكي، قلب الله يحكي ويحكيين. بس انتو تحكوا انا ما احكي؟ اذا واحد ممكن عنده ربعة، يعني عنده شيء دنم ارض، انا عندي 4 دنمات، إيه لازم احكي قدم منكم؟ الشيء مو بالحكي، الشيء ما بالحكي، الشيء بدك تعرف شو بدك تحكي. صلى الله عليه وسلم. ثم من آداب المجلس، 5 آداب رح اعطيكم اياها من آداب المجلس بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وانت قاعد دخل واحد بدك كرمه، اذا كان له كرامة، عالم او له مرتبة في الدولة، بدك تكرمه وتدلله. فالكرامة هي واجب عليك ان تكرم هذا الانسان بتلك الكرامة، فان كرمته بهالكرامة فأنت من أهل الكرامة. لا يكرم إلا كريم.
اما اللي ما له كرامه ما بيكرم الناس، فبدك تكرمه تحط له مخده تقول له تفضل لهون للصدر حتى. ومن الكرامه ان توسع لاخيك، توسع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توسع المجالس الا لثلاث، لا توسع المجالس الا لثلاث، بعد له مشان يقعد قدامك، الا لثلاثه: لذي سن لسنه. واحد اختيار كبير اجا بعد له خليه يقعد، اما قاعدين متضايقين وهو واقف. لذي سن لسنه كرمه، بعد له خليه يقعد. ولذي علم لعلمه، ولذي سلطان لسلطانه. هدول الثلاثة إذا دخلوا المجلس لازم نكرمهم، فضل لهون شرف لهون. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس وحده في المسجد، فدخل أعرابي فتزحزح له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له قرب قرب. فقالوا له: يا رسول الله، جامع فاضي، المجلس فاضي. قال: إنه من حق المسلم، من حق المسلم انه تزحزح له، بعد له شوية. صلى الله عليه وسلم، هاي من كرامة المجلس. وقال صلى الله عليه وسلم: من كرمه اخوه المسلم، من كرمه اخوه المسلم فليقبل كرامته. كرمك، جاب لك شراب، جاب لك طعام حلو، الله يزيد الخير، كتر خيرك، خلي مهما كرمك. دخلت مرة لعند أخ، كان الدنيا شوية برد، راح جاب لي كيس ماي سخنة وجابه، الله يزيد الخير. قلت له كأنك بقلبي، جري برداني، كتر ألف خيرك وجزاك الله خيرا. شو فريح إنه اللي الشيخ قبل. قال لي: والله الله أكرمني فيك. خير؟ قال لي: إجا لعندي فلان وبردان. قال لي: قال له إيم إيم، شو شايفني أنا عاجز؟ إيم ما. قال لي: كسر بخاطري، أما أنت جبرت خاطري. صلى الله عليه وسلم، هذا أدب الإسلام يا أبني. فشوفوا: من أكرمه أخوه المسلم فليقبل كرامته، فإنما هي كرامة الله، كرامة الله، فلا تردوا على الله كرامته. شوفها من الله، الله هو عم يدللك، اقبال الدلال. فلا تردوا على الله كرامته. الكرامة ممكن تكون بوسادة، مخدة. وفيها حديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيلقي له وسادة إكراما له وإعظاما إلا غفر الله له. عليه الصلاة والسلام كان جالس، فدخل بعض الصحابة، فالنبي رفع عن كتافه اللي حاططها ورماله اياها، قال له يقعد عليها، فهذا اخذها وبوسها وحطها على عيونه وقعد. تم ضاممها لاخر الدرس. النبي قال له: اعطيتك اياها تقعد عليها. قال له: انا اجلس على توبك يا رسول الله؟ النبي لحش له توبه يقعد عليه مشان ما يقعد على الارض. فصلى الله عليه وسلم عم يعلمنا كيف تكون هذه الكرامة. فمخدة لحشت له إياها يقعد عليها، غفر الله له. وحديث أخير، قال صلى الله عليه وسلم، الوقت على قد أجا: ما تجالس قوم مجلسا، ما تجالس قوم مجلسا فلم ينصت بعضهم لبعض
إلا نزع من ذلك المجلس البركة. إذا قاعدين متشوفون هذا عم يحكي مع هذا وهذا عم يحكي مع هذا وهذا عم يحكي مع هذا، لا يا جماعة، خلي المجلس واحد، واحد بيحكي. البدو عادتهم 20 بيحكوا واحد بيسمع، أما المسلمين واحد بيسمع وعشرين، واحد بيحكي وعشرين بيسمعوا. فإذا كان حضرنا مع بعضنا ما سكت بعضنا لبعض رحيقت البركة ورفعت، بينما في الإسلام نستمع، استمعت الآن انتفعت. فلو كل اثنين عم يحكوا مع بعضهم بينتفع، وإذا كان واحد بالمدرسة وعم يحكي مع الطالب، طالب مع طالب بيفهم الدرس، فهي من آداب، من آداب المجلس. الله يوفقنا وإياكم، إن شاء الله عم تنتفعوا. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا ومن جالسنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. في كمان أسئلة؟ أنا قلت ما خلصنا الدرس. لا إله إلا اليوم الدرس إن شاء الله مساء بأبي النور بتوفيق الله، نسأل الله التوفيق. أكرمني الله بمسجد في إحدى قرى الشام بعيد علي، أردت نقل الموافقة إلى مسجد قرب بيتي. إذا صار لك بيكون أفضل، قرب البيت بيكون أفضل إن شاء الله. ربي عز وجل بيتمم بالخير. أصبح الآن في هذا الزمان الفتيات اللواتي يلبسن الحجاب الشرعي ويلبسن البنطال الضيق، فما هو الأسلوب الذي يجب أن نتبعه من أجل النصيحة بالرفق؟ من لبستي بنطرون، هذا تشبيه بالرجال، لبستي أستر ماشي، بس لبسي جاكيت طويل يغطي حتى ما يظهر للإنسان أنه مجتمع. إذا ما في إيمان بيكون مثل الذئاب، فالذئاب بيكونوا كتار، حتى الغنم ما تتعرض لشي ذئب يروحها. ماذا نقول وراء الإمام في دعاء القنوت؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. خلص الدعاء بعد منا، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هذا ما بنقول آمين هون، ما بقى في آمين، ما هو دعاء، هذا ثناء على الله. فالثناء شو بتكون؟ تقول أشهد أو حق، أو بتحكي مثل ما بيحكي الإمام. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا كله ثناء، نستغفرك ونتوب إليك ما دعاء، هذا ثناء من الثناء، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينه، آمين. فعند الدعاء نؤمن، وعند الثناء نقول نشهد أو نقول كما قال الإمام. هل صحيح أن الشيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه كان يطير فوق الشام؟ هذا وارد في التاريخ، والله تعالى أعلم. هل القراءة وراء الإمام واجبة؟ نعم، قراءة الفاتحة وراء الإمام واجبة، سواء كنت حنفي أو شافعي، اقرأ الفاتحة وراء الإمام، وهذا ما صح في صحيح البخاري ومسلم. كيف لنا أن نوصل محبة الشيخ لنا؟ الحب بده تعليم،
الله يكرمنا ويكرمكم، سلوا الله أن يدلكم على من يدلكم عليه. بعد الخروج من الخلاء تخرج مني بعض نقاط البول وربما لما بعد نص ساعة، فماذا أفعل؟ يتأنى على حالك شوية جوا، تأنى على حالك بينما تستنشر يعني حتى ما يبقى الأثر، بعدين بتغسل وبتطلع، ولما بدك تطلع رش الباسك، فممكن يكون كمان معك وهم انه تلوتت، رش الباسك بالمي، فاذا حسيت انه في بلد تقول انا رشيت الميات، تخلص من الوسوسة. شاب عمري 23 سنة، كلما اجد عملا واذهب اليه اصل الى باب العمل فارجع ولا اعمل، وانا احاول من شهرين. لانك يعني حالتك النفسية ما عم تحب الشغل، بدك دائما يجيك المال من غير تعب، وما واحد يقول لك اشتغل، نفسك كبيرة ما بدك واحد يقول لك اشتغل، بدنا نروح نشتغل ابني، وبدنا نصير اجير، بدي يصير اجير، بدي يصير والله يا ابني اشتغلنا اجرة. الله وكيل، كان المعلم يوقف يبول بالبلوعة ويقول لي تعال عزلها، وجي عزلها، مو عيب الشغيل، الشغل ما عيب يا ابني، اما بدك شغل من غير ما واحد يقول لك تعال وروح، بدك دائما لا اشتغلوا معلش. اختي تضع الحجاب الباشاي، شو هذا الباشاي؟ منديل، وعند المساء تضعها على شكل خمار لان نظرها ضعيف، وإذا أنزلت الباشاي على وجهها فإنها تقع، فإذا وضعتها على شكل خمار ما عليها حرج، لا حرج في ذلك، إذا نظر ضعيف ما في مانع. يلي بده يحفظ القرآن يكرر مساء قبل النوم، يكرر 10 مرات وينام في الصباح بفضل الله بلاقيه محفوظ عنده. زوجي ظلمت كثيرا مع زوجها، وهو ظلمها من أول حياتها إلى الآن، حرمها من حقوقها وصابر عليه، والآن نفذ الصبر ولا تريد أن ترى أو أن يأتي إلى البيت مطلقا، وإذا رأته تسود الحياة بوجهها، وهي الآن تعامل معاملة سيئة وبتدعي عليه، هو أطباعه كمان سيئة، وافق شن طبقه. فهل على هذه الزوجة من حرام أو إثم؟ نعم، أنت آثمة ومرتكب الحرام ما دمت زوجة، وعلى عصمة الزوج يجب عليك أن تعامليه كزوجة، تحسني إليه، لعل إحسانك له يغير معاملته، أما هو سيء وأنت كمان سيئة فمعناتها أنتوا اثنين الله يعيني ويعينكم. فلازم الزوجة التم صابرة حتى تنال عند الله أجر الصابرين، تدخل الجنة بغير حساب، وإلا فهي آثمة وعاصية. نذرت إن شفى الله لإن شفى الله ولدها لتذبحن خروفا وتقيم مولدا، فهل تخرج بذلك مالا للفقراء والمساكين؟ تذبح خروف وقيمة المولد اللي بدها تدفعه بتدفعه للفقراء، تذبح الخروف وبتطالع مقابل المولد مال للفقراء. هل يمكن منع الأطفال من الدخول فجرا وعشاء عند الرجال والنساء لأنهم يمرون بين الصفوف؟ الأولاد الصغار لازم أمهم أو أبوهم يحطوهم قدامهم، أما الأولاد يفوتوا ويطلعوا فلازم نمنعهم حتى ما يشوشوا على الناس، وإلا بدل ما نأخذ الأجر نرجع بالاسم. أينما نذهب نرى الناس عابسين في المكروب بالمسجد، فكيف نفعل؟ إيه تضحك لهم أنت، إذا هن عابسين أنت تضحك، مركي بتضحكوا لك، يعني هلا إذا أنا عملت لكم هيك كلكم ضحكتوا، ضحك لهم أنت.
الله يشفينا ويشفي جميع اخواننا. اريد ان اهتدي على يديك، فاين فكيف واين التقي بجنابكم؟ هلا خليك بالدروس برمضان، انا ما عم قابل احد لانه عندي عده الدروس بدي اشتغلكم فيها مشان تاخذوها كامله، فبعد العيد ان شاء الله اواك. نرجو اعاده حديث ان الله يبغض الرجل البليغ. مين اللي مكاتبه؟ عدلكم يا يلا سوكوا حالكم. ان الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، كما تخلل البقرة، يعني لسانه بده يطالعه يا أستاذ، يعني هذا الخطأ. غفر الله لكم.